فهيدي خطوة يعني أنا شخصيا كتحليلي أنا ما بعتقد صار فيها تفكير عميق وين فيها تودي، لأنه هيدي فيها تودي لحقيقة انهيار كامل إذا عم نطلع عليها من منظار اقتصادي. بس لسوء الحظ أنه بلبنان كل شيء منطلع عليه بطريقة سياسية، ما منأخذ بعين الاعتبار العالم، ولا منأخذ باعتبار بالاعتبار معيشة الناس. بدنا نكمل بهالنهج هيدا وهالتضارب بالآراء بقلب الدولة، يعني ما في عندك مانجمنت تيم، ما عندك كرايسيس مانجمنت. يعني بحالة من هالنوع كان لازم يخلق شيء اسمه كرايسيس مانجمنت. انسوا السياسة خيي، انسوا شو عندكم خلافات شرق غرب، سلاح ما سلاح، انسوا هيدا، شوفوا كرايسيس تيم، ناس خبرت. وإذا كل ما تنهار، كل ما تنزل زيادة بكعب الجورة، كل ما يتأخر عليك الصعود. نحن بعدنا نزلين، we did not touch bottom yet، بعدنا نزلين نزول، مش عم نطلع. ما في شيء أي حل، يعني في حل البترول اللي هو بعيد، بعده اليوم قشعينه بعيد منه قريب.